احنا هنا امام المتحف الاسلامي في القاهره. المتحف الاسلامي في القاهره هو متحف عريق بني منذ مئات السنين، يحتوي على الاثار الاسلاميه نادره، وكان المتحف قد تعرض للتفجير في فتره سابقه عند تفجير مديريه الامن، والعياذ بالله، ربنا ما يعيدها. ايه المتحف في منتهى الجمال، هو نفسه تحفة معمارية هايلة. إن شاء الله هنحاول ندخله ونصور أجزاء كبيرة منه، ما كناش هنصوره كله، ربنا معانا بقى. شايفين الجمال؟ هو ليه كذا باب، بس في باب واحد بس للزوار اللي احنا هندخل منه اللي في وش المدرية بقى، اسمه متحف الفن الاسلامي ميوزيوم اوف اسلاميك ارت، موجود في القاهرة في باب الخلف.